صباح الخير مشاهدين الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج استراحه. الفتره اللي فاتت كلنا اتخضينا من العنف اللي منتشر في كل وقت وفي كل مكان، ان احنا كل شويه نلاقي حد قتل حد، في حد اعتدى على حد. العنف ليه اسباب كتير واشكال كتير هنعرفها النهارده. في جزء مننا خد الموضوع بشكل ترفيهي، ضحك وهزار وتريقه، وفي تاني خاف وقلق. هنعرف مع بعض النهاردة إيه أسباب العنف وإيه اللي وصلنا لكده، سواء دينيا أو دنيويا. بس خلوني في البداية أرحب بزميلاتي. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا هاجر. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير أعزائي المشاهدين. والله يعني الفترة دي فعلا كل يوم بقينا بنصحى الصبح على جريمة مختلفة وجريمة جديدة. فلانة قتلت فلان أو قتلت جوزها. طيب احنا انا بس عايز اعرف هي ليه ردود فعلنا بقت غريبه ومريبه في نفس الوقت؟ ليه مش بنتعامل مع الموقف بحكمه شويه؟ ليه كل ردود افعالنا بنرد على الموقف بعنف؟ مش الصبح بس، خلي بالك احنا ممكن برضو احنا قاعدين في اي وقت نلاقي الموضوع انتقل معانا، يعني بالليل قبل ما تنامي، ممكن في نص النهار، في اي وقت بتلاقي الظاهره دي. الحقيقه يا ياسمين والعنف كمان برضو مش اسري بس، ده العنف كمان يا جماعه موجود في الشارع. أيوة. دلوقتي البنت من كتر ما هي خايفه، انا لما بنزل ببقى مرعوبه جدا من العنف والشباب والخناقات اللي بنشوفها، مش موجود جوه الاسره بس، البيت بس. أيوة. خالص. بس احنا ممكن نكون بنتكلم يا سماح في ان هو اساسه ايه او ايه اسبابه؟ يعني تفتكر هي الاسره عليها عامل كبير انها ممكن بتطلع الطفل غير سوي؟ ده اكيد غير سوي، بيشوف دايما طول الوقت ان بيبقى في عنف ما بين الام والاب، وده حاجه يا جماعه انا ما بكونش حباها، ان الاب او الام ممكن يتخانقوا قصاد الطفل، ان بيربي عنده عصبيه وعنف وردود فعل هو بيخزنها دايما في دماغه. فعلا البيت هو الاساس، البيت هو اللي بيأثر على الشخص وعلى الشخصية، هو اللي بيخلي البني آدم ده سوي أو غير سوي. صح. لأن اللي بيحصل في البيت والتربية السليمة هي اللي بتخلي جيل أو بتطلع شخص عارف هو سوي للمجتمع. هو عارف يتحكم إزاي، عارف إن هو ياخد قراراته إزاي، يبقى قد المسؤولية، مش إن هو كل حاجة ياخدها بعنف وكل حاجة بيرد عليها أو بيكون رد فعله غير طبيعي. ومش شرط بين الزوجين برضه، يعني مش شرط يكون شايف زي ما سماح قالت بابا ومامته هما اللي عندهم المشكله فيخرج لنا طفل غير سوي. لا، ممكن الام بالمقارنه بين الاطفال مباشر او غير مباشر. لا، وبالاطفال مع بعض، شايف اخوك كويس انت ليه مش زيه، شايف ابن عمك ناجح انت ليه مش زيه، فالمقارنات ما بين الاطفال بتطلع برضه ان هو لا انا عايز اضرب ده عشان هو احسن مني. فيبتدي العنف بالصغر، ما يكبر بقى تشوفي بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها في المجتمع اللي مش راضيين عنها. كمان وفي حته في الام اللي هي النقص، انت كذا، انت فيك كذا، انت مش مقارنه، هي ما بيقارنوش بشخص تاني، هي طول الوقت بتحقر منه بقى. تلاقي الولد طول الوقت عنيف، لا انا مش كده، انا بذاكر. أيوة. لا انا بنجح. بتلاقي حتى ردود افعاله من كتر ما مامته بتضغط عليه جدا. أيوة. بتلاقي رد فعله منفعل جدا، بيتنرفز جدا، فده من مع فده فعلا بينمي عنده اللي هو ان الجريمه سهله، او ان هو يرد بشكل عنيف، او يبقى عصبي بعد كده في المستقبل. وغير كده الالعاب الالكترونيه، مش شرط ان هو اتعرض لعنف في البيت، او ان حد مثلا اتنمر عليه في المدرسه، او اتعرض للعنف في البيت او في المدرسه. الالعاب الالكترونيه اللي هو على طول ماسك الموبايل وبيلعب الالعاب الالكترونيه او البرامج كلها الكرتون ضرب. لا، والالعاب كلها نفسها كلها ضرب، كلها ضرب. انا لسه كنت بقول لك حقيقه، ضد انا وزميلي عشان بنضرب بعض وفريق ونار ومش عارف ايه واسلحه ايه. في العاب انا بشوفها خلاص ابتدى يحسوا ان العنف حاجه عاديه، فما يجوا يطلعوه بقى في المجتمع احنا بنقول لهم ايه ده، فهم عادي، هم شايفين الموضوع خلاص، يعني ده مجرد لعبه خدوا عليه. حاجه تعود. والافلام كمان والمسلسلات دلوقتي ان البطل هو اللي بيضرب، وهو عشان يبقى بطل او جدع يبقى انت مسيطر على الموضوع. الفن بعد ما كان ليه رؤيه وليه دور، وحتى السينما والدراما كانت بتخلي بتطلع جيل كده عنده ادراك وعنده وعي وعنده ان هو يشيل مسؤوليه. لكن دلوقتي كان بتحل مشكله زمان. فعلا كان اي حد عنده مشكله دلوقتي لا، هو بيحل في فيلم فعلا او بيطلع البلطجي ان هو البطل. ايوه، فبيربط، بيخلي الشخص ده يربط ما بين البطوله، ان انا عشان ابقى هيرو وابقى بطل لا، ان انا لازم اكون بلطجي، لازم اعرف اخد حقي بدراعي، فده كل ده غلط. ايوه، دي حقيقة يا هاجر. فعلا دلوقتي بقوا بيطبقوا اللي بيشوفوه في الأفلام أو المسلسلات بالظبط. أيوة. يقولك لا أنا كذا، وتلاقي حتى كلفظ أو كأسلوب الطفل أو الشاب
نفس الكلام بيتعمل حقيقي زي ما هو في المسلسل او في الفيلم بالظبط بنسخه واحده. طيب خلينا نكمل كلامنا مع بعض بس بعد ما ناخد مداخله دكتور عادل مدني استاذ الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر. اهلا بحضرتك يا دكتور، اتفضل. الو. طيب اتقطعت المكالمه، هنكمل معاك يا سماح ونرجع تاني للمكالمه. فهي بصراحه الفن دلوقتي بقى ليه عامل اساسي وبيوصل للاطفال حاجات، لان اصلا الاطفال هم دايما بيحبوا التلفزيون وهم صغيرين، بيتفرجوا على الافلام الكرتون. التلفزيون والكرتون طبعا، يعني بصي هي مرحله بتنقل لمرحله. بتلاقيهم دلوقتي ماسك الموبايل، ماما سيبي لي كرتون، ماما لعبه، ممكن ما يذاكرش قد ما هو ماسك الكرتون واللعبه. لا ومفيش متابعه من الاهل، يعني المراقبه وان الام تراقب ابنها او تراقب الطفل هو بيتفرج على ايه او هو بيتابع ايه. لا مفيش الكلام ده دلوقتي، هو مفيش هاجر بتاع زمان. احنا زمان كنا تومي وجيلي الكرتون البسيط، دلوقتي حتى لو انا هسيب ابني في الوقت اللي هو يقدر يلعب او ضغوط الحياه برضو عن الست اللعب ذات دلوقتي نفسه، يعني اللعبه ذات نفسها دلوقتي بقت مش العاب مش حلوه. لا والست زمان كانت في بيتها بس، كانت الاسره شغل. بس دلوقتي بتتعلم شغلها، فهو ده برضو بيخليها مش قادره بنسبه 100% تكون متابعه الطفل. وفي ناس برضو بتقول لي ان في اسباب كتيره قوي للعنف زي البطاله والفقر. ورجعنا تاني لمكالمه دكتور عادل، اتفضل يا دكتور. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. عايزين نسال حضرتك ازاي بنتعامل مع الشخص العنيف، او ازاي يعني نتعامل مع الشخص اللي ما بيعرفش يعمل كنترول مع نفسه. هو اول شيء العنف طبعا هو ضعف مش قوه. ايوه اكيد. يعني العنف بيلجا اليه الشخص الضعيف اللي مش عارف يقنع الشخص الاخر، مش عارف يتكلم معاه، مش عارف يعمل معاه حوار، فبيستخدم العنف سواء الضرب او الزق او اي شتيمه او اي حاجه من حاجات العنف بحيث ان هو يسكته. أيوة. هو العنف مستخدم من الضعفاء وليس من الاقوياء. طيب احنا نقدر نقابله بالعنف؟ لا، العنيف ما نقابلوش بالعنف لان هيزيد العنف بتاعه مقابل بالعنف، انما احنا هنتعامل معاه بهدوء ونتعامل معاه بالكلمه الاقناع بمحاوله ان احنا نوصل له الفكره. طب ده هيعمل ايه؟ هيخليه يقل عنفه ويتعلم مننا وسيلة تانية للدفاع عن رأيه، يعني وسيلة تانية للحوار. أيوة. يعمل حوار معانا لأن احنا عاوزين نعلمه إن هناك طرق أخرى تستخدم للإقناع عشان تاخد حقك أو عشان تعمل أي حاجة. ما ينفعش العنف، ينفع نتكلم، ينفع نتحاول، ينفع ناخد وندي مع بعض. تمام. صباح الخير دكتور عادل، أنا كنت عايز أسأل حضرتك هو إيه سبب العنف في الفترة الحالية؟ اولا في ابحاث اتكلمت على الزحام. الزحام كل ما زاد عدد السكان في الرقعه الارضيه كل ما زاد العنف. الزياده السكانيه احد الاسباب. نمره اثنين في الفتره الحاليه وجود الحر مش يشير الى الجو، يعني بيساعد على العنف. ثالث حاجه التربيه. التربية في الصغر بنقول للأطفال تعال كتير جدا. تمام. اللي يضربك يضربه، اللي يزقك زقه، وهو لآخره. فبنعلمهم العنف، إنه الأفلام التلفزيونية اللي فيها عنف. يعني أكتر فيلم محبوب توم وجيري، وده أكتر فيلم فيه عنف. صح. يعلم الأطفال العنف، وبالتالي أيوه بنوصل الأم مش معايا، الأم مش مراعي أو الأب مش مراعي، الأطفال بيتفرجوا على إيه؟ في كرتون اللي فيه عنف يمنعوه وهكذا، هنلاقي الأطفال بيتعلموا من العنف. كمان الأم بتذاكر للأولاد وجنبيها شبشب، بعنف شوية. والأب بيذاكر للأولاد وجنبيه خرزانة، فبيتعلم العنف. إذا كان أبويا اللي بيحبني بيضربني، إذا كانت أمي اللي بتحبني بتضربني. أيوة.
ماشي، شكرا لحضرتك يا دكتور عادل، كنا سعداء جدا بمكالمه حضرتك واستفدنا منها كتير. بس خلوني عشان سريعا معايا وقت، تحبي تقولي ايه في نهايه فقرتنا؟ انا عايزه اقول ان هو مفيش مبرر للعنف، يعني ايا كان ايه السبب مفيش اسباب اصلا تخليني ان انا اقتل حد بدم بارد او ان انا اتعصب على حد، ده مش مبرر. يعني في ناس بتقول بسبب البطاله، بسبب الفقر، بسبب ان مستوى المعيشه بقى قليل قوي، الحياه صعبه والزمن اللي احنا فيه او عايشين فيه صعب. فلا، مفيش مبرر للعنف ايا كان. بس هم اتربوا على ده، يعني احنا زي ما قال توم جيلي كله عنف. احنا كامهات لما بنيجي نوجههم لاي نقطه بيبقى كلها عنف. يبقى نبدا بنفسنا احنا ان احنا نتغير علشان نقدر نطلع طفل سوي لمجتمع، وبعد كده هنلاقي ظاهره العنف قلت، وبيت العيله ان كل ام تخلي كل واحد لوحده، يعني ما تخليش في تداخل جدا في بيت العيله والاسره. حتى قصص يعني الحب بين الازواج انتهت بالعنف وانتهت بالغدر. ف يعني المفروض ان لو في استحاله الاستمرار يبقى انفصال في هدوء وسلام. ماشي، لكن مش هنتهي. كلمه اخيره من سماح، معلش عشان وقت حلقتنا، اتفضلي. زي فعلا ما هاجر ما قالت، وفي نهايه فقرتنا احنا سمعنا ان العنف الفتره دي قتل كتير، وبالذات ما بين الزوج والزوجه. وفي نهايه فقرتنا احب اقول بس حاجه بسيطه، وزي ما ربنا قال في كتابه العزيز: واجعلنا بينكم موده ورحمه. بلاش نخليها بايدينا من موده ورحمه، بلاش نخليها قتل وعنف. وهنتنقل معاكم لبقيه فقراتنا، سيرونا. لسه مكملين حلقتنا الغريبة النهاردة، ولسه بنتكلم عن انتشار العنف في الفترة الحالية. ويمكن من أكتر الحاجات اللي تعبتنا جدا في الفترة دي، أو يمكن من شوية صغيرة جدا، إن احنا لسه يا دوب بنقول أهلا بالعيد، لسه بنقول يا ليلة العيد، لقينا نفسنا في تاني يوم العيد وفي تالت يوم العيد بنسمع عن حاجات غريبة. أنا شايف إن هي غريبة جدا على مجتمعنا، لأن ما كانتش ظاهرة بالشكل ده، وممكن نعرف أسبابها خلال لحظات. لكن أنا طبعا مش هكون لوحدي، معايا كمان زملائي الأعزاء اللي منوريني في الفقرة، إمي علي ورشا رأفت. صباح الفل. صباح النور. نورين الدنيا. طبعا احنا راجع من مصيف من العنف، وانا الراجل الوحيد اللي موجود. فربنا يستر عليا ان شاء الله الحلقه تعدي سلام. في سكاكين كتير، في سكاكين كتير في الحلقه. اول حاجه احنا عايزين نتفق ان هي ظاهره، لان المجتمع المصري عمره ما كان بيعرف حاجه اسمها قتل وقتل بدم بارد، وان الازواج اللي ما بينهم الموده والرحمه هي تحل الموضوع بالسكينه، انت هتعمل كذا ولا اروح اجيب لك السكينه واجي. فلا، في حاجه بتحصل مش طبيعيه. وبعدين ان هي تنتشر في اكتر من محافظه في نفس التوقيت، ده يخلينا نقول لا، في ناقوس خطر، لازم نتكلم بقى ايه. صحيح. اللي بيحصل ده كلهم ابتدوا يكتموا في بعض، يعني كله انا بقيت استحملك كتير، فاللي هو استحملك كتير بقى لا كده كفايه، يعني اللي هو يعني نخلص على بعض. مع العلم الموضوع سهل، يعني خلاص يعني نسيب بعض بالمعروف زي ما دخلنا بالمعروف، نسيب بعض ونفرق بعض بالمعروف. ايه بقى لازمه العنف؟ يعني العنف كمان مش 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 عمره جسدي. ما كان حل. والعنف مش حل، والعنف عمره ما كان جسدي برضه على فكره، عنف لفظي. يعني انا ممكن افضل بقى طول فتره جوازنا اذل فيكي واهين فيكي واعمل فيها الملاك البريء. احمدي ربنا انا متجوزه. احمدي ربنا، شوفي النعيم اللي انا معيشهولك، وهو يكون مثلا بيصبحها بعلقه ويمسيها بعلقه، وشوفي النعيم اللي انا معيشك فيه. دي حقيقة. احمدي ربنا بس. هو بس انا عندي سؤال كمان، يعني وطبعا ربنا ما يكتب ده على حد، بس هل محكمة الأسرة أثرت معانا في حاجة؟ ده السؤال. ليه بقينا نلجأ لحاجات غريبة؟ ده السؤال. بس غالبا فعلا بيوفروا حق المأذون. لا بس محكمة الأسرة بتطول، فاحنا بنعجل تقريبا. بنعجل. اللي هو ليه استنى ثلاث شهور لما ممكن اخلص في ثلاث ثواني؟ طيب يعني بص، يعني يمكن فعلا الموضوع مهم جدا، خصوصا ما بين زوجين زي ما قلنا في الفقرة الأولى، وقلنا في الفقرة الثانية إنه واجعلنا بينكم مودة ورحمة. لكن كمان العنف بيطال حاجات كتير جدا. بتعرف تعمل على نفسك ستريس؟ على بعمل اعرف على نفسي يعني تطلع من بره الاسترس، يعني كنترول. اطلع من الضغط اللي انا فيه او اعمل كنترول على نفسي. بنحاول على قد ما نقدر، بنحاول. بس يمكن زي ما دكتور عادل قال لنا برضو في المداخله، في اسباب بتؤدي لده. بس في فرق يا جماعه ما بين الاسباب والمبررات، هي مش مبررات. يعني ممكن يكون في اسباب تخلينا نوصل لمرحله معينه من الضغط ومن العنف ومن ردود الافعال الغريبه. ويمكن دي من اهم الحاجات بقى، انه ليه ما يبقاش رد الفعل على قد الفعل اصلا. بس زي ما كنا بنقول كده، انه الموضوع مش بس ما بين الزوجين، لا في الشارع كمان للاسف. في انت الشارع لو انت لو نزلت في اشاره المرور، اسمع بقى الالفاظ، ما تفتح يا ما انت، ولا في طابور مثلا اي حاجه، اي مصلحه حكوميه، شوف بقى ما بقيناش نستحمل بعض ومستنيين بعض على تكه، لو مين هيبدا
في تحفز، مين اللي هيبدا عشان ابقى اكمل الخناقه؟ لا انا نزلت خناق النهارده. انا نزلت خناق. صباح الخير. انا نازل النهارده مصلحه حكوميه، فاعملوا حسابكم ايه يعني على تليفون خناقه، هتصل بيكوا تجوني. وبعدين هي الناس بقت مشحونه، يعني هو فعلا في شحنه، البني ادم مشحون. ممكن يكون بسبب ايه؟ ما انا عايزه اقول حاجه بقى، السوشيال ميديا مثلا بسبب، مش ملاحظين ان احنا كل ما نكبر ومسؤولياتنا تكبر كل ما الضغط بقى علينا اكتر؟ طبعا. مثلا اللي هو مثلا انا الاول ثانويه عامه، فكل همي ان انا اجيب مجموع، انا اتخطبت واتجوزت، كل همي ان اخلص الشقه، كل همي ان يعني اطور من نفسي، فكل الاسترس ده بيخليني ما بستحملش كلمه، ببقى عنيف مع نفسي ومع نفسي حتى ومع اللي حواليا، اكرههم فيا من معاملتي. هو ليه الظاهره دي ما ظهرتش غير في الجيل بتاعنا؟ ما شفناش الكلام ده في جيل زمان، بابايا ومامتي وجدي وجدتي. ده بقى التأثير أعتقد ليه بقى؟ ليه احنا اللي عندنا ليه احنا دايما مضغوطين وحاسين بمشاكل وحاسين ان في اعباء كتير على كتافنا، وداخلين ندبح في بعض ونقتل بعض ونأذي بعض بالكلام ونجرح بعض بنظرات؟ طب ليه يعني ليه؟ زمان أعتقد ان كان لما بتحصل مشكلة بين زوجين فبيبقى في كبير للعيلة، حصل كذا كذا كذا، اوضع لي حل، وحاجه كبيره طبعا ان الراجل يرجع مراته البيت. لكن دلوقتي لا، هو كويس جدا قوي ان لا انا هعرف اخد حقي منك وانا هعرف اخد حقك مني، بقينا بالنديه اللي هو انت عملت كذا فانا هعمل كذا. هي الفكره بقى انه ده لما ياثر كمان بشكل او باخر على الجيل الجديد او اللي طالع بقى من تحت ايدينا احنا ككبار او الناس اللي اكبر مننا كمان. فكره ان انت بقى العنف ده يبقى زياده لدرجه انه يبقى قدام يورس. الاطفال وانا بتكلم برضو على قدام الاطفال ده بشكل عام، مش بس في البيت، في بشكل عام احنا حتى الالعاب اللي احنا بنلعبها، في العاب كتير زي ما قلنا في الفقره الاولى، في العاب كتير هي فيها عنف. انا عندي ابني بيستمتع جدا باللعبه اللي هي بيبقى فيها مسدسات ويفضل يمشي وراهم يقتل فيهم ويبقى فيه دم. الموضوع نفسه، الجو العام نفسه بقى، ما هي ده. وده بقى للاسف بياخدنا كمان في حته تانية، وهي انه الاطفال بيطلعوا من صغرهم بيبقوا عنيفين جدا مع اي حاجه، مع القطه اللي في الشارع، مع الكلب اللي في الشارع، مع ما بيتعاملوش عليهم على انهم ارواح. بالظبط، ما بيتعاملوش مع انهم ارواح. لا دول موجودين في الشارع، فلا لعبه. طيب. ماما قالت لي بدل لعبه العب بيها. طيب تعالوا قبل ما نكمل كلامنا، مداخلتنا مهمه جدا جدا النهارده، علشان كده احنا معانا دلوقتي الاستاذه هبه طه، المعالج النفسي وعضو منظمه حقوق المراه. صباح الفل يا استاذه هبه. صباح الخير استاذ بلال، اخبار حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. النهاردة بنتكلم عن العنف، وإن ردود الأفعال بقت غريبة جدا، حتى مش بس ردود الأفعال، إحنا هزرنا كمان وألعابنا بقى فيها حاجات كتير جدا بتعتمد على العنف. عايز أسألك سؤال بسيط جدا، يعني وأنا يعني متابعك وشايف إنه ما شاء الله يعني عندك آراء مهمة جدا جدا في العلاقة النفسية ما بين الناس ومين بعضهم، نعمل إيه علشان ما نوصلش للمرحلة دي، علشان ردود أفعالنا ما تبقاش بالشكل ده؟ أول حاجة الموضوع بيبدأ من أول ما الست تكون حامل. احنا بنلاقي الست حامل جايانا مضروبة والسم بخرشم والزوج راضي عشان غلط، ده كله بيأثر على الطفل، بيديله بعد كده ان هو طفل عدواني، ده سلوك طبيعي جدا ان هو يمارسه. وزي ما انا سامعة حضرتك الوقت بتقول اللعب له دور مهم جدا، لازم الأطفال جميعا عن الحاجات اللي فيها عنف. اي لعبه عنف فيها ضرب المفروض ان الاطفال يبعدوا عنها خالص. تمام. العنف الجسدي ما بين الزوجه والزوج، ما هو الطفل شايف ان الام والاب طول النهار هم عاملين ضرب بعض، طبيعي هيطلع شايف ان السلوك ده سلوك طبيعي وسلوك عادي جدا. ان احنا نبدا نعمل حملات ومبادرات تثقيفيه، ده احنا محتاجينه جدا جدا، وده دور حضراتكم. يعني انا اتبسطت جدا لما عرفت ان موضوع الحلقه النهارده هو عن العنف، والموضوع ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا. هو طبعا احنا يعني محتاجين نعمل فوكس على كل الحاجات السلبيه علشان نتخلص منها. طيب سريعا كده السوشيال ميديا ليها دور رئيسي في الموضوع ده ولا؟ طبعا جدا. السوشيال ميديا دلوقتي انتشارها اصبح اكتر من انتشار اي حاجه في الدنيا. حضرتك الخبر بننزله الصبح بنلاقي الجمهوريه كلها عارفه بيه، لا مش الجمهوريه كلها، ده العالم كله بيبقى عارف بيه. احنا لما نطبق مبادرات من خلال السوشيال ميديا بنعمل فيها توعيه وتثقيف ضد العنف وان الناس ما تتعاملش مع بعض بعنف، هنلاقي لا نتيجه مبهره فعلا. صحيح. انا طبعا بشكر حضرتك جدا استاذه هبه،
المعالج النفسي وعضو منظمة حقوق المرأة، إن شاء الله تبقى معانا كمان في الاستوديو قريب جدا. طيب نكمل كلامنا بقى. شايفين ان دي ظاهرة زي ما كانت بتقول رشا من شوية، الموضوع بقى كتير، شايفين ان دي ظاهرة مستحدثة بقت موجودة في المجتمع جديد، ولا علشان بس احنا في حكم السوشيال ميديا فبقت موجودة، فبقت يعني بقى سهل ان احنا نشوف ده، بقى سهل ان احنا نشوف اخبار كتير، لانه زمان كانش في سوشيال ميديا، كانت كلها عباره عن 3 قنوات، كان هي نشره الساعه 9، فبالتالي ما كناش بنشوف ده. فايه هو بس انا كمان في سؤال، هو الـ الـ العنف بيبقى طبعا مش جينات، يعني هو ما اعتقدش ان الطفل بيتولد بجينات، سلوك مكتسب. تمام، هل هو الطفل مولود في بيئه ان الاب بيعنف الام بايا كانت الطريقه، هل هيطلع كده؟ اكيد مش شرط. مش شرط. طب هو شايف ان مامته بتتضرب لما مثلا بابا بيعمل كذا، لما يجي يتجوز هيقول لها لا مش شرط، ليه ممكن بقى ممكن لما يكبر ويتعلم ويدخل الجامعه ويبقى يعني ثقافته كل قاعده شواذ، بس يعني شايفه حاجه هيطبقها. مش شرط، بس ممكن يطبقها. يعني انا شايفه ان لا، هو لو اتعلم صح وفي نسبه ثقافه عاليه، لا هيطلع يقول لا انا مش قابل ده، وانا هتجوز واحده احترمها واقدرها وتبقى فوق دماغي، فاهمه؟ طيب تعالوا علشان نبقى برضو بنتكلم بشكل عملي اكتر قبل ما نخلص فقرتنا. دور الدوله مهم جدا، دور القانون مهم جدا 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 في الحد من انتشار العنف. علشان كده احنا معانا مداخله مهمه جدا دلوقتي من المحامي الاستاذ وليد زهران. صباح الفل يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. النهارده بنتكلم عن العنف وازاي نحد من ظاهره العنف، وبنسال طبعا حضرتك سؤال مهم جدا، دور القانون والدوله في الحد من ظاهره زي دي ممكن يبقى ايه؟ ومبدئيا يا استاذ فاضل، انا في مجال عملي في المجال الاجتماعي طبعا، وده نشاط اضافي ليا بجانب عملي في المحاماه. كنت يعني سلطت الضوء على جرائم الزوجه دي من 5 سنين فاتت، تمام؟ وقلنا واكدنا على اهميه التاهيل قبل الزواج، اصبح ضروري لانشاء ثقافه الزواج المبني على الموده والرحمه، لان للاسف الشديد احنا ما عندناش زواج مبني على الموده والرحمه في مصر، تمام؟ يبقى عشان مجتمع قوي عايزين اسره قويه، تمام؟ صحيح. معني حضرتك؟ تمام مع حضرتك يا فندم، اتفضل. تمام. بالاضافه بقى لو قلنا دور القانون، احنا محتاجين تشريع يلزم المقبلين على الزواج بضروره الكشف النفسي وتحذير المأذون بعدم عقد الزواج إلا بشهادة معتمدة ومختومة تفيد قيام الزوجين بكشف النفس. صحيح. ونضيف إلى ذلك دورة تأهيل تكون في الأزهر وعلى إيد شيوخ معتدلين يعرفوهم يعني إيه زواج، حقوق وواجبات، لأن أنتوا أطلقتوا على الموضوع عنف أسري، لكن أنا أطلقت عليه الجرائم الزوجية. العنف الأسري ده ممكن يكون معاملة سيئة، ضرب بسيط، انما الموضوع وصل للقتل استاذ الفاضل. صحيح، ما هي دي هي دي الكارثة اللي خلتنا نتكلم في موضوع زي ده النهارده. وللاسف الشديد استاذ الفاضل، يعني محكمة الأسرة دلوقتي المفروض يتكتب عليها محكمة الأسرة، محكمة الجنايات دلوقتي مش محكمة الأسرة. صحيح والله، من اللي بنشوفه فعلا. طيب انا بقترح ان يخصص يوم الجمعة ده في مصر عن طريق القناة الرسمية طبعا ببرامج توعية دينية من اجل الأسرة. صحيح. وترسيخ الاحترام المتبادل والرافع التعامل. واحنا كان بنضم صوتنا لصوتك يا فندم. وتكون المرجعيه للرجال الديني يا استاذي. طبعا طبعا. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك كبرنامج، وانا على المستوى الشخصي بضم صوتي لصوت حضرتك. احنا بنأيد والله كستات، والله مرحبين بالفكره جدا. صحيح. شاكر جدا لحضرتك يا استاذ وليد. وان شاء الله برضو شرفنا في الاستوديو قريب باذن الله. ويمكن الامام الطيب شيخ الازهر كان من فتره عامل حمله عن الموضوع ده، يعني في رمضان 2019 خصص البرنامج بتاعه طول رمضان كان عن الاسره وعن المراه وازاي نتعامل مع بعض وازاي يبقى في تواصل بشكل مظبوط وموده ورحمه زي ما بنقول. طيب يعني قبل ما نختم بقى، يعني شايفين كده كل حد منكم كده، بما انكم ستات وربنا يجعل كلامنا خفيف عليكم علشان ده موسم قتل الازواج مش موسم. فايمي شايفه ايه بقى؟ انا شايفه النفس البشريه ربنا جعل فيها الشيء ونقيده، وهذه التقوى والفجور، وربنا كرمك بالعقل، فخلي عقلك يتحكم في اهوائك، ما تخليش اهوائك هي اللي تتحكم فيك، والا هتكون كده حاجه تانية خالص غير انك بني ادم. صحيح. طيب قبل ما نروح لرشا، انا عايز اقول كلمه مهمه جدا صغيره جدا، بعيدا عن تعامل البني ادمين مع بعضهم،
الطبيعي، الطبيعي ان احنا كبني ادمين سواء او كبشر لازم نتعامل مع بعض بشكل معين. وانا بضم صوتي زي ما قلنا كده للمره الثانيه مع الاستاذ وليد ان احنا محتاجين مبادرات لدي، ومحتاجين برامج توعيه، ومحتاجين نتكلم في ده كتير جدا في الفن وفي الاعلام كمان مش بس في الاعلام. بس انا عايز اوجه كلمه صغيره جدا لكل اسره مصريه، ارجوكم بعد اذنكم علموا اولادكم وربوا اولادكم على ان الارواح اللي بنشوفها في الشوارع دي ارواح، على انه الكلب والقطه اللي في الشارع دول ارواح، دول زيهم زينا بالظبط، دول بيحسوا، دول لما بتضربهم ضربه عنيفه بيصوت وبنسمع صوتهم، دول يعني ممكن تشوف فيديوهات لكلاب بتعيط. دي حقيقة. حقيقي الموضوع ده بجد فعلا مهم جدا. يعني انا يمكن بطالب انه يبقى يعني يسن قانون على انه يعني يجرم اي حد، يجرم اي حد يتعدى على حيوان او يتعدى على الحيوان اكتر كمان من البني ادم. ليه؟ لانه احنا كبني ادمين ممكن نعمل مع بعض حاجات توصلنا. انا مش بقول ان ده مبرر، لكن انا بقول احنا كبني ادمين مع بعض ممكن نعمل مع بعض حاجات أنا توصلنا. انا سلوك وانت ترد إننا سلوك قدام سلوك، انما الكلب والقط عملوا لك ايه؟ هو سالم، هو سالم جدا. هي الفكره في الكبار بس، الطفل بيشوف الكبير بيعمل ايه، بيضرب القط فبيعمل زيه. وهو وهو كحيوان مسالم، هي يعني عمره ما هيأذيك الا لو انت ابتديت وانت احنا كنا عايزين وقت اكبر للحلقه دي لان في كلام كتير فعلا ما اتقالش للاسف. احنا كنا محضرين كلام كتير والوقت خلص علينا فمش عارفين نكمله. بس اخر حاجه صغيره كده هقولها قبل الختام، ان اي شخص يلتجئ للعنف انا بعتبره شخص يعني ضعيف الشخصيه. هو انا ما عنديش شخصيه لان انا ما عنديش نقاش، المفروض يبقى في لغه نقاش وحوار وتفاهم. لكن لما بدخل في نقطه عنف وبقلب الترابيزه وببدا اعمل عنف ان كان لفظي او جسدي، فانا كده عديم شخصيه، ما عنديش القدره ان انا ادخل في حوار ناضج وتفاهم مع الطرف الاخر. فخلينا ناضجين كده شويه، بلاش بقى ندخل في عنف وندخل في مشاكل ملهاش لازمه. انا يا اما نسيب بعض، يا اما نسيب بعض وننفصل خالص وشيل ده من ده يرتاح ده عنده ونخلص يعني. دلوقتي للاسف حلقتنا وفقرتنا، مش حلقتنا هقول فقرتنا، خلصت. احنا لسه مكملين معاكم، وهتكمل معاكم زميلتنا داليا في الفقره الاخيره لينا، وهتكمل كلامها في نفس موضوعنا، وهيكون في حاجات تانية كتير بس هتكون من الناحيه الدينيه. خليكم معانا.